امبارح ودعت مصر المفكر الكبير عالم النفس الدكتور أدري حفني، أستاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس، أيضا عن عمر بيناهز 80 عام. وإن شاء الله من المقرر أنه يتم تشييع الجنازة النهاردة الظهر طبعا بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين اللي كان ليه مؤلفات كتير طبعا وله دراسات كتير في علم النفس، إن كان يعني على مستوى الأفراد أو حتى على مستوى الدول. يعني مثلا عنده كتاب اسمه دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية، التفسير النفسي للتاريخ، وكان ليه أقوال كتير صحيح. مشهورة منها أنه الدين أكبر وأسمى من أنه يزدريه أي شخص. صحيح. ولا طبعا رحم الله دكتور قدري حفني، عالم كبير، وهو يعني بيعود إليه الفضل في تشريح الشخصية الإسرائيلية. يعني مشهور جدا لما يذكر اسم دكتور قدري حفني أنه هو من أوائل الشخصيات المصرية اللي كتبت عن سيكولوجية الشخصية الإسرائيلية، فكرة فهم العدو، إزاي نفهم النفسية الخاصة للإسرائيليين. كتب كتابات كتيرة جدا، وأسس مركز أو وحدة الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، وترأسها لفترة طويلة من الزمن. دكتور قدري حفني لآخر لحظة في عمره كان بيكتب في الأهرام مقالات مهمة صحيح. جدا كان صحيح. بيشتبك مع كل الهموم اللي بنعيشها، ما كانش بعيد عن ما يدور في المجتمع المصري. عالم كبير، مؤسس من مؤسسين علم النفس السياسي، طبعا قامة كبيرة. رحلت امبارح، طبعا خسارة كبيرة ان احنا نفقد خالد محي الدين ودكتور قدري حفني، لكن عزائنا ان اثرهم واعمالهم وتأثيرهم مستمر. صحيح. طيب نروح